هكذا يبدو المشهد هنا في تدريبات اتحاد طنجة بملحق مركب ابن بطوطة، فالجدية والالتزام والحماس تميز الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الزمالك المصري. اللاعبون تركوا خلف ظهورهم كل الترشيحات والتكهنات التي ترجح كافة النادي المصري الذي يعد واحدا من الأندية القوية في القارة السمراء. بكل صراحة يعني استعدادات عادية، إنما عاطين واحد الأهمية للمقابلة، لأن مقابلة ما غاديش تكون سهلة، عارفين لاعبين مع خصم لي فريق الزمالك المصري حاليا يعني محتل الصفوف الأولى، نتمنى إن شاء الله باش نكونوا في المستوى يوم المقابلة. الجهاز الفني بقيادة الإطار الوطني عبد الرحيم طالب يدرك صعوبة المهمة، فهو أمام تحديين: الخروج من دوامة النتائج السلبية وتحقيق نتيجة الانتصار بحصة عريضة تسهل مأموريته في لقاء الإياب. الحمد لله أن كل طنجة لها جمهور ولا لاعبين متحمسين لهذا المقابل، هذا لاعبين حسوا بالطبع أنا قريب لهم أنهم بحال ضيعوا واحد عدة فرص عدة مقابلات، الآن بحال غادي ناخذوا التأر من نفسنا، الكل حازم بهذه المقابلة إن شاء الله يؤديها بأحسن واجب، لا من الناحية البدنية ولا التقنية، تنحاولوا بالطبع نبرروا المعارف ديالهم التكتيكية باش يلعبوا بواحد الطريقة اللي كتعجب الجمهور الطنجاوي. صحيح أنا أدخلت إلى الذهن ديالهم أن مقابلة الزمالك ما عندنا ما نخسروا فيها، لعبوا الكرة ديالنا نحاولوا ننتصروا إن شاء الله، إحنا كنوجدوا فريق الزمالك نحترمه ولا نخافه، إحنا لاعبين في البلاد ديالنا أما الجمهور ديالنا خصنا نعطوا الماكسيموم ديالنا باش نكونوا نحسن الظن الثقة اللي الناس داروا فينا. طموح لاعبي فارس البوغاس في مشاركتهم الثانية بمسابقة الكاف يبدو كبيرا، فهم يسعون إلى تجاوز خيبة الإقصاء من دوري أبطال إفريقيا وإسعاد الجماهير المتعطشة للنتائج الإيجابية. بالعزيمة والإصرار يواصل لاعب اتحاد طنجة تحضيراتهم استعدادا لمواجهة الزمالك المصري، مواجهة اعتبرها الجميع مفتاح العبور إلى دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي، فهل ينجح أبناء المدرب عبد الرحيم طالب في بلوغ هذا الدور وطرد نحس النتائج السلبية؟ محمد بن موسى من أمام ملعب التدريبات زياتن طنجة.